داود تصويبة خطيرة الحضري يطلعها بشكل في منتهى الخطورة. جولياتور الكرة الليبية هداف الكرة الليبية. ادي بص يا جماعة ادي الاعادة يعني صدها بكتفه مباشرة بدون تصفيات. والمرة الثانية في 2006 ادي الفزاني هجمة في منتهى الخطورة بركات يتلعب الكرة سعد ترجع مرة تانية العرضية منتهى الخطورة برافو حضر عامل جيم كويس حارس المرمى لكن الرواني اللي لعب الرأسية دي يا جماعة الراجل بالفعل بسبع رئات طالع بأكثر مما بيلمسها لكن مفيش يعني مفيش دائرة فكرية ما بينه وما بين أحمد حسن ما قراهاش معاه ما ربطش معاه راحت سهلة كالمعتاد في إيد المحظوظ سمير عبود مسكها كده التعادل السلبي ليقتسم كلا الفريقين لكن الكرة دي فيها خطورة تروح سهلة في إيد الحضري وفعلا صافرة النهاية.